الاحترام، الصفقات وعدم وجود من يرعى هذه الصفقات. اليوم أم سامر العيساوي تتوجنا كضيفة رئيسية وكمتحدثة، نتركها لتتحدث عن تجربتها بعد أن يقدم دكتور محمود خليفي وكيل وزارة الإعلام كلمة الوزارة ودورها في رعاية موضوع الأسرى إعلاميا، ثم ننتقل إلى سيد وزير الأسرى ليتحدث عن آخر التطورات والمستجدات في قضية الأسرى، ثم ننتقل إلى ضيفين غير تقليديين في هذا البرنامج، هما السيد يوسف الشيخ يوسف دعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي الأعلى، ليتحدث عن يعني يمثل مشاركة واهتمام كافة قطاعات وهيئات ومؤسسات السلطة في يعني قضية الأسرة، والسيد حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية أيضا يتحدث عن يعني دور المسيحيين في دعم قضية الأسرة، والذين أيضا نالهم الكثير من الاعتداءات والاعتقالات بغض النظر فيما يمثل أيضا انتهاكا لحريات العبادة ولحريات التواجد الديني على الأرض المقدسة. دكتور محمود خليفة تفضل. مساء الخير للجميع، وأهلا وسهلا بأحبائنا وإخوتنا، وعلى رأسنا الأم الصابرة تاج الرؤوس لكل من حمل هما وطنيا، ولكل من ينتمي لفلسطين أرضا وتاريخ وحضارة. أهلا بالأخت أم محمد أم سامر العيساوي، هذا الفارس الذي يواجه المحتل الإسرائيلي بمعركة هي من أهم المعارك الإنسانية التي تواجه المحتل بالجسد العاري. هذا الفارس الذي أعلن قبل أيام فرحته بتحرير الأرض الفلسطينية لثوان لدقائق معدودات، عندما صرخ المحتجون من تحت محكمة الاحتلال بالحرية لفلسطين وبالحرية لسامر وزملائه. أهلا وسهلا بأخي عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين، أهلا بأخي حنا عيسى، أهلا بالشيخ يوسف. أعتقد بأننا في هذا اليوم أمام قضية لا تقل أهمية في معركة تثبيت السيادات الفلسطينية، وعلى رأسها أحد أهم الثوابت وهو تبييض سجون الاحتلال من أسرانا ومناضلينا الذين يقبع جزء منهم منذ التوقيع اتفاقيات أوسلو، والتي كان أحد أهم جوانبها هو الإفراج الكامل عن كل المعتقلين الفلسطينيين. إذن إسرائيل لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه، إسرائيل ماضية في تنفيذ رؤاها واستراتيجيتها باعتبارها دولة فوق القانون. أعتقد بأنه آن للعالم أن ينتصر لفلسطين وأن ينتصر لأيقونات الحريات التي طالما تغنى بها. بالأمس أيضا تم الكشف على أن جنود الاحتلال الذين يواجهون أسرانا بأسلحة مدججة هم يقومون بافتعال الحرائق هنا وهناك، عندما تم الكشف عن بطاقة هوية أحد الجنود الإسرائيليين الذين يشاركون في حرق السيارات وفي ممارسة اللصوصية الليلية في عدة مناطق وقرى، يقومون بإحراق المنازل ويقومون بإحراق بيوت الله، يخطون الشعارات العنصرية، يحرقون الممتلكات. هذه رسائل إسرائيلية تسعى من خلالها إلى جر الجانب الفلسطيني إلى مربع هي وحدها تفهمه،
شعب فلسطيني، دولة فلسطينية، ومواطنين فلسطينيين يدافعون عن بقائهم على هذه الأرض في مواجهة جيش مدجج بكل أشكال السلاح وبكل أنواع السلاح، تطلق النيران على صدور الأطفال وتطلق النيران على رؤوس الأطفال لأنهم يمارسون لعبة الحياة. وهنا نقول من خلال هذا المنبر أن وزارة الإعلام ماضية في تحريك كل عوامل الرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام المحلية التي نشكرها على وقفتها الدائمة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي أيضا ندعوها إلى حمل أيقونة الحياة للرأي العام في مناطقها وفي دولها. أعطي الميكروفون لمعالي الأخ عيسى قراقع. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. بدي أتحدث في بعض النقاط اللي أنا بدي أوجه ببداية رسالة للمجتمع الإسرائيلي، للمثقفين إذا كان هناك مثقفين إسرائيليين. سأقول لهم يعني ألا تخجلوا من مشهد الأسير سامر العيساوي عندما تروه في قاعة المحكمة جسداً ذابلاً مدمراً مضرباً منذ أكثر من 200 يوم. ألا يوجد هناك من يتحرك لوضع حد لهذه الآلة العسكرية، لهذه الآلة القضائية الظالمة اتجاه أسرى مضربين حياتهم أصبحت مهددة بالموت؟ كأن المجتمع الإسرائيلي بكل مكوناته تحول إلى آلة حربية، لم يعد مجتمعا مدنيا، مجتمع الجيش، مجتمع المستوطنين، مجتمعا قمعيا. ألا يخجل الإسرائيليون من مشهدهم، من صورتهم أمام العالم وأمام أنفسهم عندما يريدون إعادة حكم سابق على الأسير سامر وأيمن وبقية الأسر المحررين في نظام قضائي لم يحدث حتى في العصور المظلمة؟ ليس له ذنب سوى أنه خرج من الضفة الغربية، من القدس إلى الضفة الغربية. المجتمع الإسرائيلي يبدو أنه تحول إلى مجتمع بلا أخلاق، مجتمع فاسد قانونيا وسياسيا وإنسانيا، وأعتقد أن هذا المجتمع سيدمر نفسه قبل أن يدمرنا، لأن مصير هذه الثقافة وهذه الأيديولوجية الإسرائيلية في تعاملها مع الإنسان الفلسطيني، مع الأسير الفلسطيني، أعتقد أن مصير هذا المجتمع سيكون إلى الزوال وإلى الفشل. الجانب الآخر الذي أود أن أشير إليه هو أن الإسرائيليين يتهموننا بإشعال انتفاضة، ولكننا نتهمهم أنهم يشعلون جرائم حرب. وجريمة الحرب الأخيرة بعودة الأسير الشهيد عرفات جرادات جثة هامدة بعد اعتقاله 5 أيام فقط، يعني هذه من أكبر جرائم الحرب. وهذا مجتمع قاتل، الجلادين قتلة، المحققون، الأطباء في إدارة السجون الذين كانوا يعرفون أنه يعذب وأنه يضرب وأنه في وضع صحي. وبالتالي لا يعتقد الإسرائيليون بأننا سوف نصمت أو نسكت. هذه جريمة سنلاحق الإسرائيليون في كل مكان، في كل المحافل والمؤسسات الدولية، لأن هذا حقنا كشعب فلسطيني. ونحن لا نشعل انتفاضة، نحن الضحية التي تدافع عن دمها، تدافع عن حقها الإنساني، تدافع عن كرامتها في السجون وخارج السجون. لا يتوقع الإسرائيليون أن الشعب الفلسطيني شعب خانع لن ينتصر لأبنائه، وبالتالي هذه الهبة الشعبية ستتواصل. من حق
من حق الشعب الفلسطيني أن يصرخ من أجل أن يسمع العالم إذا كان يريد أن يسمع أن هناك أسرى يموتون، أسرى مضربين يموتون كل يوم داخل سجون الاحتلال، جعفر وسامر وأيمن وطارق، وأيضا أسرى آخرين يقضون 30 عاما وأكثر، وأسرى مرضى ومعاقين، وأن هناك حرب صامتة تجري على أجساد المعتقلين الفلسطينيين. نحن لا نساوم على كرامتنا وعلى حقوقنا بالإفراج عن أموال وإلى آخره من هذه التقليعات المهينة التي يحاول نتنياهو وحكومته أن يقدمها للشعب الفلسطيني. الحرية هي المقدسة لنا، حياة أبنائنا بالسجون هي الأهم، وأحذر من أنه إذا سقط ضحية أخرى داخل السجون فإن الأمور سوف تتداعى أكثر وأكثر، وهم المسؤولين عن إشعال هذا الحريق، وهم المسؤولين عن كل ما يجري داخل السجون وخارج السجون. الوضع بالسجون النقطة الثالثة يتدهور أكثر وأكثر. الأسير ماهر يونس وهو عميد الأسرى يقضي 31 عام بالسجون، دخل إضراب عن الطعام منذ يومين. هذا أول أسير من القدامة من عمداء الأسرى يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام، قد يلتحق به أسرى آخرين، بمعنى أن قضية الأسرى بدأت تأخذ منحا مختلفا، والهدف من كل ذلك هو أن قضية الأسرى يجب أن تكون جزءا أساسيا من أي تسوية أو حل سياسي. إذا ما كان هناك مشروعا لدى زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة الشهر القادم لإعادة استئناف المفاوضات، الشعب الفلسطيني أوضح من خلال هذه الفعاليات أن قضية الأسرى قضية أساسية لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن أيضا التعاطي معها بالمساومة أو بالضغط أو بالابتزاز أو بالقطاعي أو بالتجزئة أو بالانتقائية. الإفراج عن الأسرى بشكل كقضية وطنية كقضية سياسية هذا مطلب الشعب الفلسطيني، هذا ما أكد الرئيس يوم أمس في اجتماعنا معه، أكد على هذه القضية بأن إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيين وإنقاذ حياة الأسرى المضربين هو أساس، هو يعني القضية الأساس التي سوف يطرحها على الوفد الأمريكي القادم وعلى كل الوفود وكل الوسطات الدولية التي تتحدث مع القيادة الفلسطينية، تتحدث معنا في هذه الفترة خاصة في فترة الإضراب. بدي أحيي جماهير شعبنا الفلسطيني على هذه النهضة، على هذه الوقفة الرائعة، هذا الوفاء، ولأول مرة قضية الأسرى تأخذ هذا البعد الكبير. هي أكبر من قضية حقوق معيشية وإنسانية هنا وهناك، أكبر بكثير. قضية الأسرى أصبحت رقما أساسيا. نحن ننتصر لمعاناتنا، نريد أن نرفع هذا الظلم، وأقول للإسرائيليين أنه لا يمكن أن تشعروا بسلام عادل، ولن تشعروا بأمن حقيقي، ولن تكونوا جزءا من هذا المحيط وهذه المنطقة ما دمتم تعتقلون، ما دمتم تلبسون زي السجنين، ما دمتم تقتلون وترتكبون هذه الجرائم. بحيي والدة الأسير سامر، ويعني ربما يعني لا يمكن لكلمات أن تصف أم تنتظر ابنها حيا أو ميتا أكثر من 100 يوم. يعني لا يمكن وصف هذه الحالة النفسية وهذه الحالة القاسية الصعبة التي تمر بها أم الأسير سامر وبقية أمهاتنا الفلسطينيات. يعني لعنة أم سامر هي لعنة كل الفلسطينيين على كل السجنين، على هذه الدولة المارقة، الدولة التي تبتدع قوانين وتبتدع إجراءات لم ينزل، يعني لا يوجد مثيل لها حتى. يعني لم أقرأ قوانين عسكرية انتقامية مثلما تشرع دولة الاحتلال. سامر بطل يضحي من أجلنا،
يتعذب من أجل الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يجب أن يكون على مستوى التحدي جماهيريا وإعلاميا وسياسيا ودبلوماسيا. أدعو العالم باسم أم الأسير سامر، باسم أمهات كل الأسر المضربين، أن ينقض أخلاقه، ينقض ثقافته قبل أن تقبرها وتدفنها دولة إسرائيل. إسرائيل تحارب العالم لا تحارب الفلسطينيين. ما يجري هو ضد العدالة الإنسانية، ضد المجتمع الإنساني، ضد كل من شرع قوانين ومواثيق لحقوق الإنسان. إسرائيل تدعس عليها بجنازيرها ورصاصاتها وببساطيرها. المعركة هي معركة المجتمع الدولي وليست فقط معركة الفلسطين. نحن نعمل كل شيء، لا يوجد أكثر من أننا نموت من أجل كرامتنا، لا يوجد أكثر من أن نموت، لا يوجد أكثر، وسوف نموت ونموت أكثر وأكثر لأننا نرفض أن نساوم على حريتنا وعلى كرامتنا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرفني أن أحضر وأن نعقد هذا المؤتمر الصحفي تحت رعاية أم الأسير المناضل أم سامر العساوي. هذا شرف لنا جميعا، ومن هنا نرسل تحية إعزاز وإكبار لجميع أسران الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي. شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن تكون فلسطين هي فريسة الاحتلال الصهيوني الغاشم، ولكن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن نكون نحن مرابطين في هذه الديار لندافع عنها، عن الأرض المباركة، عن المقدسات الإسلامية المسيحية. إنني أعجز عن الكلام لأن الكل يعلم ماذا يحصل لسجنائنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي من صنوف التعذيب المتعددة، لكنني أريد أن أرسل رسالة إلى أحرار العالم التحرك العاجل لإطلاق سراح أسرانا البواسل من سجون الاحتلال الإسرائيلي. إنني أخجل وأنا أتكلم وأقول كفانا صمت. بالأمس قطعان المستوطنين في المدينة المقدسة وعلى مرأة ومسمع العالم يخلعون حجاب امرأة مقدسية وهي تقاوم في المستوطنين وفي تجوالهم في شوارع المدينة المقدسة. أين أنتم من صرخة ومعتصمة؟ كفانا من ذل، كفانا من هوان يا عرب. أين أنتم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوجب علينا فك الأسير؟ لأن فكاك الأسرى واجب ديني ووطني، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يطلقون صرحة صباحا ومساء. أمهات الأسرى، أهالي الأسرى يطلقون صرخاتهم وهم يوجهون نداءاتهم إلى أحرار العالم، إلى شرفاء العرب، إلى شرفاء المسلمين. هل من مجيب؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك استجابة ووقفة صحيحة حتى يتمكن لهؤلاء الأسرى أن يعيشوا بيننا وينعموا بحرية. كما إنني أدعو شعبنا الفلسطيني بعد كل الإعزاز والتحية بتحركاته المزيد من التحركات الشعبية لإيجاد الضغط الفاعل على كل القوى من أجل إطلاق سراحنا. وشكراً. واضح بأن هذه المسألة تورك الجميع، وخاصة بأن إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وهي تقوم بانتهاكات جسيمة، وأهمها هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال أسرى. إسرائيل منذ نشأتها إلى يومنا هذا طبقت فقط قرار ونصف من قرارات الأمم المتحدة، نصف قرار بما يتعلق بإقامتها وقرار بما يتعلق بقبولها عضو في الأمم المتحدة. لهذا السبب هي تعمل جاهدة من أجل كسر إرادة الفلسطينيين من خلال الاعتقال اليومي الذي يتم لمناضلين الأبطال. وأنا هنا أتفاجأ عندما يقولون انتفاضة أولى، انتفاضة ثانية، انتفاضة ثالثة. الشعب الفلسطيني منتفض في وجه الاحتلال منذ الرابع من حزيران عام 1967، وهذه قاعدة مكفولة في القانون الدولي وفي القوانين السماوية الأخرى. لهذا السبب علينا انتقاء مصطلحاتنا بدقة وأن نتعامل معها بجدية. هؤلاء الأسرى موجودين في المعتقلات الإسرائيلية وليس في السجن. السجن هو عبارة عن للجان،
للذي يرتكب جريمة. هؤلاء أسرى وتم الاعتراف بنا رسميا بقرار 3237 لسنة 1974 عندما تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيني شخص من أشخاص القانون الدولي، وهي منظمة تحريرية قائمة في وجه العدو لحق تقرير المصير. هذه نقاط أساسية يجب أن نتكلم عنها. ثانيا، هناك نقطة مهمة، الحرية تستحق الثمن الذي يدفع من أجلها. نحن ليس متسولين، نحن مناضلين، وعندما نناضل نعلم ما هو النضال. ونعتبر عندما وقعنا اتفاقيات أوسلو، وهذا كان خطأ جسيم من الأخطاء التي وقعنا بها، يجب أن يكون هناك بند خاص بأنه لا يجوز للاحتلال اعتقال أي مواطن فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثانيا، كان يجب إطلاق سراحهم فورا منذ توقيع 13/9/1993 اتفاقيات أوسلو الاتفاقية المرحلية، وهناك بروتوكول خاص رقم 7 لسنة 1995، وهناك كذلك لا ننسى واي ريفر 1998 وشرم الشيخ 1999 الذي طالب بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين. هذه مسائل يجب أن تكون في أولويات الأمم المتحدة، وبالأخص في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة. نطالب كذلك وزير الأسرى لأن يتوجه فورا إلى محكمة العدل الدولية، وأن يأخذ فتوى كفتوى لاهاي التي اعتبرت الجدار العازل غير قانوني. يجب أن تتحرك الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، في خارج الوطن. هناك مئات البعثات الدبلوماسية، هذه البعثات يجب أن يكون لها دور في تفعيل دور الجماهير العالمية في التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال. لدينا يجب أن يكون تفكير جديد واستراتيجية جديدة. الاحتلال تعايش معنا في نضالاتنا اليومية التي نقوم بها في رفع الصور والخيم إلى آخره. هناك العالم الذي يجب أن يسمعنا. نعم يجب التوجه للعالم المسيحي، يجب التوجه للفاتيكان، ويجب أن يكون لها موقف. يجب التوجه إلى البطريركات الأرثوذكسية، إلى الكنيسة الإنجيلية، إلى الكنيسة اللوثرية. هناك يجب أن يكون تواصل فيما بيننا في هذا الاتجاه، وانتقاء الشخص المناسب في المكان المناسب للتعبير عن هذه القضية. الأم، نحن لسنا بحاجة لأن نحزن، هؤلاء أبطال ويستحقون التضحية من أجل فلسطين، وفلسطين تستحق أبنائها أن يكونوا على هذه الحياة، لأنهم كما يبدو آخر ما تبقى من العبير في حديقة الحرية. يجب أن نضع النقاط على الحروف وأن نكون على قلب رجل واحد. يجب أن تكون هناك المصالحة الفورية بين كتلة بين حركتي فتح وحماس. يجب أن يكون هناك برنامج استراتيجي لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة. كما تحدث سيدي الشيخ عن الأخت التي تعرضت بالأمس للضرب من قبل متطرفات، كمان بالأمس مساء قامت سلطات الاحتلال بقطع 10 شجرات في باحات المسجد الأقصى المبارك. هناك إسرائيل تستغل قضايا الأسرى إلى آخره من أجل تهويد مدينة القدس. القدس مهودة أكثر من 92%، تعداد سكان القدس الآن 1,000,000، منهم 750,000 مستوطن، لم يتبقى لنا 250,000. هناك 20,000 طفل لم يسجلوا بالإقامة الدائمة. هناك الأنفاق، هناك الحفريات تحت حول المسجد الأقصى المبارك. هناك تم الاستيلاء مطلقا على مقبرة مأمن الله 200 دنم. هناك أشياء كثيرة وكثيرة يمكن العد فيها، وبالتالي يجب أن يكون لنا موقف واضح. نحن أصبحنا دولة غير عضو في الأمم المتحدة، علينا أن نشارك في كافة هذه المنظمات. يجب أن نتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وأنا أطلب من الأم الأسير سامر العيساوي القائد البطل أن تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بصفتها الشخصية من خلال منظمات حقوق إنسان إن كانت محلية أو دولية، من أجل طرح هذا الموضوع على المدعي العام الدولي، لأن هناك مواد قانونية من 12-15 لسنة 1998 بمباشرة التحقيق في تعرض انتهاكات جسيمة قبيل جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية. لهذا السبب يجب أن يكون لدينا برنامج قانوني محصن، يجب أن تكون لدينا الكفاءات الكبيرة، يجب أن ننطلق إعلاما ضمن استراتيجية محددة وواضحة على المستوى الدولي، إقناع الشارع الفلسطيني بالشارع الدولي، لأن يكون هناك انسجام بقضية الأسرى على اعتبار أغلى ما نملك هم أسرانا البواسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سيدة أم سامر العساوي، يعني حكينا لك تفضلي اشربي إيش، حكيت شربت كثير وحكيت قضية سامر وفادي استشهد مثل امبارح. حكي لنا عن سامر وحكي لنا عن فادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صدق وحكيت لكم يا أولادي العزيزين
إنكم كلكم سامر، كل أحرار العالم سامر المتضامنين، والحمد لله رب العالمين بكثرة في بلادنا وفي بلاد الغرب. فهذا فعل قضية الأسرة وخاصة المدربين عن الطعام، لأنهم كلهم أولادنا، سامر وطارق وجعفر وأيمن، وآخرون انضموا للإضراب سبعة. فهدول بطالبوا منكم إنكم دائما تتفاعلوا معهم وترفعوا قضيتهم، لأنهم منكم وفيكم، طالما إنهم بيدافعوا عن كرامتكم وعزتكم وحريتكم، فهدول بيمثلوكم أنتم برضه. أنا بدي أشكر سيادة الرئيس، شكرا سيد الرئيس، أنت فعلت كل ما استطعت فعله من أجل إنقاذ الأسرى وخاصة سامر، ذكرت اسمه في مصر وطالبت به وطالبت في كل الأسرى. نشكرك جميعا على جهودك الجبارة، ولكن الاحتلال المتعنت دائما يضرب بعرض الحائط، كل ما نفعله أو نطالب به. كان بالأمس ذكرى استشهاد ابني فادي الذي استشهد في اليوم الثاني من مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وعندي أسرى آخرين غير سامر، مدحت وشادي، فثلاثة أبناء لي في السجن في المعتقل كما قال أخي. الأم الفلسطينية بنت الرجال وتخلف الرجال، وهذا غير غريب علينا، تصرفات الاحتلال بالشعب الفلسطيني. فأنا ككل الأمهات أفقد أولادي في المعتقلات، ولي الشهداء ولهن الشهداء، وكلنا في الهم سوا. لكن المطلوب من الغرب الديمقراطيين واللي بيحكوا بحقوق الإنسان، وينهم من قضية هدول الأسرة؟ لما كانت قضية شاليط كلهم يتفاعلوا فيها، الصغير والكبير عرف شاليط، حتى صار نجم من نجوم في العالم الغربي. لكن سامر وطارق وجعفر وأيمن والباقون والأسرى المرضى والأسرى القدامى اللي مضوا كل سنين عمرهم في الأسر، ما حدا سائل فيهم. إحنا الشعب الفلسطيني ما في اليد ولا حيلة، مضطهدين، يهدمون بيوتنا ويقتلعون أشجارنا، وهذا شيء عابر كما يقول المرحوم الشاعر محمود درويش عندما خاطبهم بالعابرون. صح، هم عابرون لأنه عمرهم 65 سنة كعمر الإنسان، لكن إحنا من ألفات الأعوام نعيش في هذه البلاد، وهذه بلاد لنا. يقلع الزيتون نغرسه من جديد، يهدم البيوت نبنيها من جديد، لكن الإنسان هو الأهم، حتى أهم من الأرض، لأن الأرض بدون إنسان ما إلها قيمة. فنحن نطالب بالحكومات الأوروبية اللي تدعي الديمقراطية إنها تعاملنا كما تعامل إسرائيل. إحنا المحتلين وهم العابرون علينا، تعاملنا كإنسان نعيش أحرارا في بلدنا. امبارح كان ذكرى مؤلمة كثير علي، ذكرى فادي الله يرحمه، وذكرى كل الشهداء رحمة الله عليهم، عرفات
اللي استشهد داخل السجن وهو 5 أيام فقط في الاعتقال أثناء التحقيق. هذا شعب، هذه أمة، أمة الإسرائيلية المعدومين من الإنسانية والأخلاقية، كما قال أخي وابني الوزير عيسى، قال: ألا يوجد منهم مثقفون يرون سامر؟ سامر كالشمع يذوب. أنا رأيته في آخر محكمة له، كان سامر لا يوجد في وجهه إلا عينيه وذقنه الطويل. لم أتحمل هذا المنظر، أغمي علي، وأنا دائما أتمنى أن أكون قوية، لا أريد أن يراني الاحتلال ضعيفة أو أن يرى دمعة من دموعي، لأن أبنائي وهم في عمر 14 سنة عندما اعتقل أحد أبنائي مدحت كان طفلا في 13، وعندما رأيتهم يقبلون أيديه ورجليه في أول مرة أرى هذا المنظر في الانتفاضة الأولى بكيت، وعندما مر من أمامي وهو مع المخابرات قال لي: يا أمي، أول مرة وآخر مرة أرى دمعتك هذه، هذه هي الدمعة التي تشجعهم وتشمتهم بنا، فلا أريد أن أرى دمعة مرة ثانية. وبالفعل من ذاك اليوم لحد الآن لم يرى الاحتلال دمعة من عيوني أو ضعف، فأنا أكون قوية أمامهم إن شاء الله. كل أمهات فلسطين أنا أعتز وأفتخر فيهم، لأنهم كلهم كأم سامر، لا فرق بيني وبينهم، كلنا في الهم سوء زي ما بحكيت. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يا أبنائي الحبيبين، أنا سامر بشكركم كلكم وبحكي لكم، يعني لما كانت المحكمة الأخيرة كانوا المتضامنين أكثر من 200 شخص باب المحكمة الصلح الإسرائيلية، وهاي يعتبروها الإسرائيليين القدس الغربية يعني إلهم هاي، فرفعوا العلم الفلسطيني حوالي 2 أو 3 متر على لافتة إسرائيلية وهتفوا لسامر ولكل الأسرى، ولم يخافوا رجال النحشون والمخابرات التي كانت متواجدة، فبعث وطلعوا على سيارة الإسعاف اللي كان يتقل سامر وهتفوا باسم سافر، وظلوا على السيارة، كانت أزمة سير، وظلوا على السيارة وسامر رآهم ورفع لهم يديه في علامة النصر، كان مسرورا جدا وبعث لنا رسالة يقول فيها: أقبل الأقدام التي حررت جزءا ولو بسيطا من القدس الغربية كما يسمونها، لو لساعتين حرروها، وهذا فخر كبير إلنا. وإن شاء الله يما، إن شاء الله يا رب، إحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما شاء فعل، وإن شاء الله بيطلعوا جميعهم بهمة رئيسنا بإذن الله، وكلهم ما قصروا، كلهم ما قصروا، من الرئيس للوزراء لنادي الأسير للشعب، ما حدا قصر، والباقي على الله سبحانه وتعالى، والله يبارك فيكم يا أمه. إذا كان هناك أسئلة تفضل. الحديث عن الاتصالات واضح انه في الامس يعني في حديث جدي عن الوصول لحل لقضيه الاسرى، واليوم زي ما بنعرف انه في محكمه لجعفر وطارق، وهذه المحكمه تقام في المستشفى كمان مش في المحكمه. هل هناك حقيقه انباء حقيقيه عن محاوله التوصل او الوصول لصفقه معينه لحل قضيه هؤلاء الاسرى؟ اللي بقدر اقوله انه الاسرائيليين بداوا يتصلون، هم الذين بدأوا يتصلون من أجل إيجاد حل، لكن لم يقدموا حتى هذه اللحظة شيء عملي وواقعي ينهي بشكل عادل قضية الأسرى المضربين. هذا اليوم سنرى بمحكمة جعفر وطارق، نحن سنطلب بالاكتفاء بالمدة التي أعطيت لهم بالاعتقال الإداري وعدم التجديد، إذا وافقوا أعتقد أنه يكون هذا خطوة إيجابية إلى الأمام. طبعا المحكمة هي بالمستشفى، وهذا بيعني
أنه أسير جعفر وطارق في وضع صحي خطير للغاية حتى لا يستطيعون نقلهم إلى المحكمة. بموضوع سامر وأيمن والأسرى المحررين، إسرائيل لم تقدم حتى الآن عرضا مقبولا علينا ولا على سامر وأيمن، والجهود متواصلة والاتصالات متواصلة في أعلى المستويات. نأمل أن نصل إلى حل قبل أن يحدث شيء لا سمح الله، شيء يعني صعب. الأمور بعدها يعني لا يوجد بعد ذلك داعي للحديث معهم إذا حصل شيء. طبعا هو الإبعاد عرضوه على الأسرى منذ البدايات، يعني موضوع أنه يبعدوهم ويساوموهم يعني هذا الابتزاز، ولكن الأسرى رفضوا بشدة. والجميع قرأتوا رسالة سامر العساوي يعني في الأشهر الأولى من الإضراب عندما قال بأنه يرفض الإبعاد مهما كانت الأمور، وهو عنده موقف مبدئي من الإبعاد يرفض ذلك، وعرض عليه سابقا وعرض على أيمن، ودائما يعني هذا جزء من المساومات الإسرائيلية التي تعرض دائما على الأسرى المضربين. هل هناك أسئلة أخرى؟ إذا نكتفي بهذا القدر، أعتقد أنه يعني كان كافي ووافي يعني، ونترك المجال لمقابلات فردية مع والدة الأسير سامر العيساوي.